السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غادي نوجدوا بسبوسه بالكريمه من الاوست، كتشي هشيشه وزوينه، كنتمنى انكم تجربوها على بركه الله. المقادير: فيها كاس ديال دانون، نص كاس عنبة ديال الزيت، كاس ديال سنيده بطبيعه الحال عنبة، كاس صغير ديال الكوك، واحد فاني، ثلاثه الخمارات، رابعه ديال السميده ديال الحلوه، نص سيترو ديال اللبن او سيترو ديال الحليب، بيضه وقبيسه الملح. سمحوا لي انا ما صورتهاش قبيسه الملح، كنشدو النواه الشفيه الاولى كنخلطوها مزيان، اللي هي السميده والكوك وسنيده والخميره والفاني، قبيسه الملح كنخلطو مزيان، كنزيدو عليهم السوائل وبيضه دانون واللبن، كنخلطو مزيان وكنقسمو الخليط على جوج ونص، كندخلو الفران، كندهنو المول بالزبده والزنجلان، كنديرو الزنجلان مزيان باش ما تلصقش لينا البسبوسه ديالنا. الفران بطبيعه الحال شاعلين عليه لتحت على 180 درجه، كندخلو البسبوسه ديالنا، ما كطيبش غير كتجمع لينا، ما كطيبش مزيان زعما كتحمر، غير كتجمع لينا ديك البسبوسه ديالنا. كنصاوبو الكريمه اللي فيها جوج معالق ونص ديال كريم باتيسير او نشا حامضه، كاس ما عمرش ديال سنيده، والسيترو ديال الحليب، كنديروها فوق عافيه مهيله، كنبقاو نحركوها حتى تتعقد لينا الكريمه ديالنا كتولي على هذا الشكل. كنخرجو البسبوسه ديالنا، كنكبو فوقها الكريمه، كنسرحوها مزيان على ديك البسبوسه، نحاولو نوزعوها مزيان للجناب وكلشي، كنديرو اللي بقى لينا الخليط اللي بقى لينا فوق الكريمه، كنرجعوها للفران. صافي حتى نشوفو دوك الجناب تحمروا لينا مزيان، كنطفيو لتحت ونشعلو الفوق، هذا تحمر لينا البسبوسه ديالنا، كنخرجوها كنسقيوها يا اما بالليمون او الحامض او المولاده، انا سقيتها بالمولاده. صافي كنحطوها حتى تتبرد، كنحيدوها من المول ديالنا. الصحه والراحه، وكنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله.